السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه السلسلة التعليمية لاحتراف المونتاج من خلال برنامج السوني فيغاس. في هذه الحلقة سنتعرف على واجهة البرنامج وسنتعرف على كيفية إضافة الملفات إلى برنامج السوني فيغاس. قبل الانطلاق في الحلقة المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم هذه القناة. مباشرة ننتقل إلى البرنامج وشرح الواجهة وكيفية إضافة الملفات. إذا البرنامج هو هذا الذي تشاهدون أمامكم، من كانت لديه تجربة في برامج المونتاج كيفما كانت سيلاحظ، ربما سيتعرف على بضع أمور فيما يتعلق بسوني فيغاس. كما تلاحظون في هذه الشاشة هي التي يمكن أن يظهر لنا فيها العمل الذي ننجزه في هذه المسارات التي ستكون هنا، وهي التي يمكننا أن نضع فيها الصور والكتابة والفيديو إلى غير ذلك. أيضا هنا نجد مجموعة من الاختصارات سنتعرف عليها بشكل تطبيقي وعملي في الحلقات المقبلة، ولكن لا بأس أن نشرحها الآن. إذا كما تلاحظون هنا سنجد ميديا دو بروجي، هنا سنجد الملفات التي نضعها، هنا ستجد اختصاراتها في هذا المكان. الاختصار الثاني يمكننا من إضافات أو من الذهاب إلى مكان والملفات التي توجد بها الصور والفيديوهات إلى غير ذلك وإضافتها لسوني فيغاس. الاختيار الثالث سنجد فيه الانتقالات التي يمكننا وضعها، مجموعة من الانتقالات المختلفة التي يمكننا وضعها سواء للكتابة أو للصور أو للفيديو. وفي الاختيار الرابع سنجد مجموعة من المؤثرات التي يمكننا إضافتها للفيديوهات وإضفاء مجموعة من التأثيرات الجميلة والجيدة أيضا حسب الذوق وحسب طبيعة الفيديو الذي نشتغل عليه. بالنسبة للاختيار الرابع أو اختيار عفوا الخامس سنجد مجموعة من الألوان وأيضا نجد مجموعة من الكتابات أو من أشكال الكتابة التي يمكننا إضافتها أيضا إلى الفيديو أو إلى العمل الذي ننجزه. كما تلاحظون هذه الألوان سنتعرف إلى طريقة التعامل معها، إلى طريقة صناعة مجموعة من الأمور التي ربما ستكون مثيرة إلى كل من يريد تعلم المونتاج. إذن على بركة الله نبدأ كيف نضيف أول الملفات إلى سوني فيغاس. الطريقة الأولى هي مباشرة كما قلت في هذا الاختصار، مباشرة نذهب إلى مكان الذي يوجد به الفيديوهات أو الملفات التي يمكننا الذي نريد إضافتها. مثلا سأذهب إلى فوتو، سنجد مجموعة من الصور هنا جمعتها في هذا الملف. مثلا يمكننا إضافتها واحدة تلو الأخرى أو يمكننا إضافتها بشكل جماعي. للطريقة التي يمكننا نضيفها بها مرة واحدة نضغط على الصورة الأولى ثم نضغط على Shift ثم نضغط على آخر صورة، يمكننا سحبها ووضعها في هذا المسار. كما تلاحظون إذا وضعتها هنا سيعطيني هذه العلامة التي تمنعني من وضعها، إذا لابد أن آتي بها إلى المكان المناسب لها. لاحظوا معي أن هنا أعطاني رمز الزائد، يعني يمكنني سحبها هنا ووضعها. كما تلاحظون إذا هنا وضع لي الصور التي أريد إضافتها. وكما تلاحظون هنا الشاشة التي تظهر لي ماذا أضفت للمسار. إذا بهذه الطريقة يمكن إضافة مجموعة من الملفات. كما تلاحظون معي فهنا لأن هذه صور فقد وضع لي مسارا خاصا بالصورة فقط، ولو وضعت فيديو مثلا سأذهب لأجد ألاحظ إذا كان هناك أي فيديو يمكنني إضافته. مثلا هذا الفيديو لاحظوا معي هذا الفيديو قد أعطاني مسارين، مسارا خاصا بالصورة ومسارا خاصا بالصوت. وكما تلاحظون هذه الذبذبات وهذه الموجات هي أيضا تبين لي الصوت أو الموسيقى المضافة إلى هذا الفيديو. وكما تلاحظون هنا أضاف لي مسارين، مسار للتحكم في الصورة ومسار للتحكم في الصوت. هذا يمكنني من ماذا؟ يمكنني من التلاعب بالصوت ويمكنني التلاعب بالصورة بشكل منفرد. مثلا إذا أردت أن أضيف صوتا آخر أو موسيقى صوتية إلى غير ذلك إلى هذا الفيديو وأقوم بحذف هذا الصوت يمكنني ذلك. سنتعرف على الطريقة الثانية
وهي الأسهل والتي أشتغل بها دائما. يمكن من خلالها إضافة الملفات إلى السونيفيكس، وهي مباشرة أذهب إلى الملف الذي يحتوي على الصور والفيديوهات التي أريد إضافتها. مثلا هذا الملف هو الذي قمنا بالدخول إليه من خلال السونيفيكس. يمكنني من هنا اختيار صور لأنها تظهر لي بشكل أوضح، يمكن اختيار الصور التي أريد إضافتها فقط ولا أضيف صور الأخرى. إذن سأختار هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة فقط، ومن خلال السهم يمكنني سحبها وأضعها فوق أيقونة السوني فيجاس، وبالتالي يظهر عندي البرنامج في الواجهة وأضعها بشكل بسيط جدا وبشكل سلس وسهل، ومما يسهل العمل. وهذه الطريقة كما قلت لكم هي الطريقة التي أشتغل بها لأنها سريعة في العمل. بالنسبة للفيديو أيضا بنفس الطريقة، يمكنني الذهاب إلى الفيديو الذي أريد إضافته. مثلا ألاحظ هنا ما هو الفيديو الذي أريد إضافته، مثلا أختار هذا الفيديو، لاحظوا معي، أسحبه أذهب إلى أيقونة السوني فيجاس ثم أضعه وأختار أين أضعه. ممكن أن أضعه في نفس المسار الذي وضعت فيه الصورة الصور، لاحظوا معي، وبالتالي أضاف لي مسارين كما قلت سابقا، مسار الفيديو ومسار الصورة. وهنا أنبهكم إلى أمر مهم جدا، هو أن المسار الذي يخص بالصور يمكننا فيه إضافة الصور والفيديوهات والكتابة، وهذا المسار هو خاص بكل ما يتعلق بالصوت فقط، سواء بمختلف الصيغ المختلفة، سواء بيتروا أو غيرها من الصيغ المختلفة يمكننا إضافتها إلى هذا المسار الصوتي. إذن يمكنني إضافة الصور كما قلت، ويمكنني إضافة الفيديو، ويمكنني إضافة الكتابة. كما تلاحظون ستجدون الكتابة هنا، يمكن إضافتها، تمت إضافتها في نفس المسار الذي توجد به الصور والفيديو، لاحظوا معي. إلى هنا نكون قد تعرفنا على طريقة إضافة الملفات إلى السوني فيجاس، وسنتعرف على جميع مميزات البرنامج وعلى طريقة المونتاج خطوة خطوة حتى يتمكن الكل من الاستفادة، سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو محترفا. بهذه الطريقة يمكننا إضافة الملفات إلى السوني فيجاس. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتسجيل الإعجاب ليصلكم كل جديد، ونلتقي في الحلقة المقبلة. دمتم في رعاية الله تعالى.